والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إن شاء الله تعالى وحنكب الله من آية اللباتن يأخر إلى آية صدن يصدح وصورة النساء والمحسنات وهيكو حدنتهي أما صعد فانتهي حرمت عليكم أمهاتكم تاتيكو حدنتهي حرمت داس هو يد يوحي كدن بي ذاتدو ذا المحارمين وهو يد وحرم لو متشيدو حلو جدا حرمت نكاحها حرمت نكاح الأم هو يد قول خير مركو حرام كسعتو أقول مركو حرمت وحال حرام يلي أمهاتكم والمحصنات قبلها لقبه وزوج كله نوال الحرام يلي من النساء دو مركو كمدا إلا ما ملك الوحي من كذي مويان أيمانكم من الدين وقبلها لسوق فاشي ورد عليه فقودنا قال يهين إن تلاه بصدوه هل حي ضمور سلا لبوسنية مركا قبلها حرام تاو حاكم إذا قود نلي إن هدنا لقد دل قوصة دا حرام ويوي والمحصنات مركا والمحصنات إحسان روض قوض وماشا إلوهما مروا حلو بيش إذا قود نلي مروا حلو بيش إذا قود عفيفة ده الروسون مروا حلو بيش إذا مدحرة بلو بيش إذا إنتا سيب إنتو معنا إلوهما نجي حرمه وحال حرام يلي المحصنات قبله أزواجها يرد لها ومن النساء الضمركة إلا ما شيء مهي ملكة إيمانكم آيات وحيك المام السيء صحابة مال ضد في قبصدين وكا دعين بدن بيجون لما تكون مغنائي ضده يسجى لها لصوقة بسيء سجوريها قال لها بي وحيك يلان بي جروان ويش كدام لحبوين قبض من اللي تيسيدين لوقت اللي تنكرا مكا آيات لا كفو تشيسيو قبلها فرق له إلا بوسدوا حرام حدي أين أدوما أهين وضد لصوقة فشاهين مرد يجبين سجوري مشركين جهي وحاوية انت الله صدر هل حيلة استبراء والمرق وقال إن شاء الله اسكت داري يا ينقوسن يا الله قوسن كرام يمين الموضي كرام بك معنو آية هل كاتب إماما يتمرك حاصلك وحاوية قبض نلة لقم قولي كردون كالك لقم صاري كرام قبلها عدد كتر واسد وكالك وعدد كتر ولو عدد دبائن بها هاتو للا قولي هاونا ماذا أما هل قد انتين يدن إلا قوسة للماء وقال وي نمبا كسر دواري والمحصنات والحرام يلي قبله فرج لها ومن النساء دمركة إلا ما ملك ديمانكم مرد الدوميه ننبه لها دين انكودي لتعجل الماي كتاب الله إلهي واجب تسيوي عليكم يكو واجبية كتاب الله دو حرم دي هوري مسيح اتهي مسلر أهم بأتهي كتب الله ذلك كتابا ويمعنى وحرم دا كتابا واجب لماذا حرم دا كإنسان إيسا مركوا مسلر لفعل المحدوث كتب الله ذلك كتابا بمعنى كان نقول كتاب الله إله واجب تسيوي عليكم دشين ويكو واجبية إن قبلها سوء أيضاً قوسانين إسكا إلى لسان بواجب كوا وأحل والحلالي لكم لذلك ما وراء ذلك موحى وحي كدام بي إنتا لصوشة لوحي عن هين وإذن حلال ما هي حلال كوين أم تبتقوا بأن تبتقوا إن أتكد لبتان بأموالكم حوليهن أتكد لبتان المهر السيسان محسنين حالاتين كوا عفيفاتهم أن كزيني سنين غير مصافحين كوا زيني سنين غير كودة فما استمتعتم وحي عدكرة عيستان به ماذا ومنهن قبلها كمذا فأتوهن سي أجورهن أجردو سي ومهركة فريضة حال أفرد بهاي سي وي معناها وحلقة وضع ماشا وحي انت على صور شيء أهاني وإنك عارم مركا وكي حديثة وحي كدر تيقارا ماشا لمسور شيء لمحديك وكدره ولد خوارج اللي إلى هذا الشيعة ذي وحيله ما وراء ذلك ما ذي إلى قبل يهجر الزوال ولد قرصن كرا ذي إلى قبل يهمر يفتح ولد قرصن كرا ما دام القرآن كون الشيعين خوارج تبعش تبين له بين وما شاء وح القرآن كشيعين ما أقبل يجي إلى هذا ما كا تا حديث كافض داري أو نبي الشيعين إن قبل يهجر أما قبل يه خبر يفتح اللي يسوق يعني كرايني ما كا خوارج الشيعة ذي وحيله ما استا القرآن كمان هدون الشيعين بس ما أقبل إني لهنا وشيعاتنا وحيليهن حديث الصحابة هو ضعيف يقول حديث البندي لأن لكن ضعيف إليهن وهي السيد علي بن أبي طالب هي سلمان الفارسي ونورين قلت الخوارج وحيليهن ما بلغ أقول هذا حديث ونبلغ ما أقول ما بلغ ابنه أقول هذا هذا الشيء القرآنيين تلي لا أقوله أقول هذا الوحكة لم أقوله مثل قول هذا معنى هذا في القرآن في حديث كالذي بالمثل صلاة وكال وقت أمال وقت أمال وقت الدولان بيستكتو كنية إلى القرآن قرآنكم وقت أمشي يقول كل ما أظن أظن إشارة ويشيكتها
رجعوا هذول ما حسابنا انت دونا بيتو كنين بقى معناها قول الله ساوى حيين ما هدا لو شيئين قبل يدري قبل هبات القران ما يلي لقى ما اقول لك هو حديث كنا بقى عدين وحل هو الحلالي لكم اذا كان له حلالي ما وراء ذلك مو حال سو شيء قلت انا هين او قدم دايه مخانا لو حلالي ان تبتغوا بان تبتغوا الى كل لبتان او كدونتان او كغاديتان ومالك الحلين كغاديتان ومهدكو دي ابي يارسان ومصارف طودي ابي يارسان محسنين حالاتهم كوا مهرسانية وكزيني سنية يعني عفيفات أتي عفيفين أتنين غير مصافحين كوا زيني سنية غير كوداتين صفح ومن الصفح والشبط مقصد كالك دينة لقمالة وحاولي انتا كل يوم بعد لوردا ليلة فما استمتعتم واحد كرة حيستا به شيلة ومنون هوانكا يعني وحاولي هو اللي هواتي يا رب وحاولي ودجوبي وهلتي وكل ودقيسات بينيهم فما استمتعتم واحد كرة حيستا به شيلة به ذات الماضي والنقل ومنهن هوانكا وبياني فأتوهن السيئة أجورهن أجورهن السيئة فريضة العالية هاي أجري قاس هو مهركي ما كوافيق مقابلة الحلال علم رقاب بأوين في مقابلة البدع وياه إما في مقابلة البدع حلالين تليسو حلالية بمقابلة هاي أو أي نفت هذه أي اسم كنسي أو أبرش هاي إني نكال النولاتوي ولا جناح الدمج عليكم دشين معها فيما شيء لحد تراضيتم هذا سجل هذا النقطة العادية قبله به الشيء أو من بعد الفريضة أنت فريضة كذب يعني فريضة مهرك كذب فريضة ومهرك كذب وهذا سجل هذا النقطة لما تام عليه لو هوية مركي قبله وحدي أي أقصته وحدي على تو هذا أدو أسيا دي سو واحد بمال هذا يدو كاير سنة واحد بمال هذا كاتم على واحد بمال هذا كوغد لافته واحد بمال هدي ديب كوغو سو علي سان دمال واحد قال لي سغن قتان دد اسكو قيساتين وها وي ايدين كاي ايدين جيرتا تاس لي غلا فرغلي مايو الله وحليه ولا جناح الدم عليكم دشين ماها فيما شي تراضيتم على سغر تال لنقتين به شيء وهي كوشي تال بعد الفريده فريده كد انت هور غبا دو وخبل لو مغعاد وحي سام خدم جيرو وحي ديسنا ما جيرو وحي نك كو علسنا ما جيرو وا مرتي فريده la sheego oo gacanta laga galiyo ama yaa laga galin waayay waxa uu xukumeeyay fariidada kadib ay raali isaga noqdaan hadii uu kordhiyeeyso haday yadu qayb ka deeyso haday kubi ciisaba haday doonto way heli kartaa inna allaha alla subhanahu wa ta'ala kana wadi aliman bimasalihikum masalih dinna isaga garan hakiman umamul wala sana faltan way marka alla subhanahu wa ta'ala alli masalahadina yaqini ya idinkum rahda isku qoys noqoteen ina li kala dhex galin إذن كل هشيسان وأن أبيهاي مثل هذه النصاص يكون في كائنات هشيسان حكيما وحوي شيء كثوش شرعية يحكم بكفرية الله وما لم يستدع ضفك عن كريم ومنكم إذن في إذن كاملة مولا هوضا تنمو هان تنمى هايستو بأن يكحوا بإنه كبو سيدة المحسن بأن يكح إنه كبو سيدة هوضا تنمو وما هايو المحسنات قبلها حرطة المؤمنات أو مؤمنات فمما فيها كبر سنة فليتزوج هبر سنة مما في قارك ملك الأيمان كذي أيمانكم ملكين من كذي ومن فتياتكم قبلهن أضامها المؤمنات أولي بمؤمنات قلت هدو أود ويا قبل فرعين وقول سنة أود ويا قبله قبل فرع بمشو تشوغ مطالب أما خرج كي وكبر سنة لها يمهر كيدي وحيبا كما كان وحبا سكاة سيو يا لما يقانو زنان وكبقيا هذو كبار الدون إسكبوا سلوا وحبدي بعث ملاون الدون هذو إسكبوا سلوا وحبدي بعث أمان هذو هو يا كبار الفتاة هاي هذو هاي مكالمة بقولي هاي فتياتكم الفتاة عربتوا عن استعمالا الدون هاي فتاة أنت بدل استعمالا نبي غيري قفنا يقول أرنا الدون كايدي يا الدون سيدي هاي إلى هذو فتاتي وفتايا هاي إلى هذول ما كومن أحد في لم يستطع أن كريم منكم إليك حالي إنك بده الأولا هذا تنمو بأن ينكح إنه كبر سلوا هذا تنمو المحصنات قبلها حرطة المؤمنات أو مؤمنات كافة مما فيها قرسلو ملك الإيمانكم ملكين أي ملكيني أو أضومها قبلها أضومها يسكب قرسلو ومن فتياتكم قبلين أضومها كمدى المؤمنات أو مؤمنات كافة ملك أضوم كتابية أما مجلسية لما قرسن كرا حق حرطة ملكي لأن قبلها كتابيات كوانا قرسلين لكن أضومه لبط ما نوز بإسكود درستيو أضوم لماذا إيهو iya galibadi markay isku darsato qiimadii ay ka baxday meel kan bay joogtaa taas wallahu alla a'lamu wa ugihay biimaankum iimaankiina waa ugihay taas macnaheedu waxay tilmaamaysaa gabdhaha mu'minaatka guursada ma leeyin iimaanka waxaad uga tala gashaa qalbiga allah baa ogey daah
gabadhu daahirka muqaalka guud haday daahirka haday mu'minad ka tahay waxba hoos seeriya sii raajinina leeyahay wallahu ala biimaanikum wasida wallahu alla a'lamu biimaanikum idinka iimaankii idinkii gabdhahaba bacdukum qaadkiin min bacd qaadka karu ka ahaaday isku jinsi baa tihiin oo isku taran baa tihiin kaa waxaa laga wada hayasina gabdhii hadday bani idinku qabato guursataan waxa weeye hayasina si fiican ula dhaqmo oo wixii xuquuquha ay kaa mudan tahay gabdhihii mari way kula siman tahay dan baa meesha dhigto shayga duruuf gaar ahaaneed baa meesha dhigtay gabadhii siday kaa u tixgeli bani aadam inay kala kula siman oo isku meel ka dhalateen ood walaala tihiin u tixgeli baa la leeyahay bacdukum qaatiin min bacd qaadka kalu ka ahda waad siman tihiin fankixuuhunna gabdhaha guursada biidni ahlihinna saadadooda ehel ciidankeeda ku guursada wa atuuhunna siiya ujuurahunna ajriyaalkoodii siiya bilmacruufi si sharcigu yaqaano oo aan nuqsaamin lahayn u siiya muxsanaatin xaal ay gabdhaha tihiin kuwa casiifaada oo dhowrsoon hayra musaafaxaati kuwa jinaysa qeyrkood xaala yihiin walaa mutakhidaati akhdaani saaxiba kuwa samaysteena ayna ahayn marka gabdhihii markaad guursanaysaan saadadoodii weydiisa dadka iyaga lahaa weydiisa noo guuriya dhaha waxa weeye gabadhii haddii bilaash laguma guursan karo waa in dadkeediina waa milki weye waa xoolo marka meel cidlaa lagama guursan karo gabdhaha kale oo hortaa markii weligoodii la waayo waa la iska guurin karaa laakiin gabadhana doontaa dee weligeedii dabcan wuu joogaa ajrigoodana siiya la yidhi caadi oo siiya marka aayaddan daahirkeeda wuxuu muuqanaya inay ajrigaa iyagu qaadanayaan oo mulkiyayaan yuu ku siinaya alimaamu shaafiic wuxuu leeyahay ruux addooni waxma milkiyo marka ajriga siiya waxaa looga jeedaa gacanta ugeliyo sayidkeedii ha u geyso oo ha ku gaaligelin oo hadduu shaqo ka rabay shaqadii ha u noqoto ha siiso sidaa ha kaga xilbaxo hadduu wax ka rabay bilmataal sidaasoo kale marka waxaa shardiya gabdhaha addoomahee la guursanayaan muxsanaad inay yihiin oo casiifaad yihiin oyna musaafixiinna ahayn musaafixaadna ahayn saaxiibnayaan safciga iyo khidniga waxay ku kala duwan yihiin saafixaadku waxaa weeye jaahiliga waxay samaysan jireen gabdho jidhkooda gato oo calan baa u qotomo waa babli cid waliba waa u tagaysaa mutakhidaati akhdaanina waa saaxiib gaar ahaaneed oo nin gaaray gooni ula saaxiibi oo gooniba ula saaxiibi marka midna waa inayna inta ahayn marka daaddee saaxiibtinimadu waxoogay carabtu waxay u arki jireen waxooga yar nadaafada bay u arki jireen oo gabadhaasu ma yasna waxa weeye waxeedu waa u qarsoon yahay marka gabadh aan qarsanaynin zinada iyo gabadh aan saaxiib lahayn midna waa in labadaa midna waa inayna ahayn gabadh saaxiib lana ma aha si zinada daahirsana ma aha allah wuxuu leeyahay fankixuuhunna gabdhaha guursada biyadin aalihinna ehelkeeda idankooda ku guursada sayidiyada iyaga leh waatuuhunna siiya ujuurahunna ajrigooda siiya ujuuradooda marka ajriga haddaanay milkiyayn sayidkoodii bay ku raaligelin oo khidmo fiican u sayidka u keeneen bay noqoni bilmacruufi si sharcigu yaqaano u siiya oo ha ka nuqsaaminin ee wixii ay mudatay siiya muxsanaatin xaalayhin gabdhahaasi kuwa casiifaad hor dhowrsoon gayra musaafixaati dawaani aynay ahayn babli ah walaa mutakhidaati akhdaani saaxiba kuwa samaystana ayna ahayn faidaa xusinna markii la guuriyo gabdhaha la meheriyo faynatayna hadday la yimaadeen bifaaxishati zina hadday la yimaadeen fa calayhinna dushooda waxaa ah nisfu maa shay kale barhki cala almuxsanaati gabdhaha horta ah dushooda ah oo min alcadaabi ciqaaba gabadhii addoonta ahayd markii la meheriyo faaxisho hadday la timaado kala badh baa looga dhigay ciqaabtii la ciqaabi lahaa muxsanaadka gabdhaha xortaa la ciqaabi lahaa marka taa macnaheedu waxa weeye waa gabdhaha bikaarooyinka oho xumaanta sameeya oon oo aan gabdhaha waxa weeye gabadhu markay la guursado oy xumaan samayso ninkii gabadhaba waa la rajmin waa la dili marka rajmigu ma kala baroodi karo marka waxa kala baroodi kara waxa weeye gabadha aan la guursanin oo bikaarada ah markay xumaan samayso boqol soo ma ahayn iyadana konton baa looga dhigaya wey sidaasoo kale allah wuxuu leeyay faidaa xusinna markay gabdhaha addoomihii guursadaan faynatayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin zina hadday la yimaadeen xumaan fa calayhinna dushooda ciqaab ahaan waxaa nisfu maa shay kale barhka cala muxsanaati gabdhaha xortaa dushooda min alcadaabi waxaad ogtahay marka gabdhaha ciqaabtoodu kala badhmayso waa gabdhaha aan la guursanin weeye weli wey daalika bannayntaas la banneeyey daalikada ishaaradu waxay ku dhici waxaa loo ogolaaday ninku inuu addoon guursaday daalika arrintaasi liman bay u sugnaatay khashiya ka baqaya alcanati zina ka baqaya oo minkum idinka idinka mid qofka loo ogol yahay inuu addoon guursado markuu xor guursan kari waayo addoon inuu guursado loo ogol yahay waa qofkii zina ka baqaya wey oo adkaysigu uu ku yar yahay
هدي قفوا نجينك بقينينه قف يعني نيجي سؤال في عثر سهران كره هدوية هاي وحوي وحوقف عن إنه نقدون قرصين عروك بعد إنك أدونه بدك لو حوي وفرت إنه مسقال وانك أدون تقرصين إلا إذا هذا صورة قال عربت ويسكو عايشين إذا أدون تقرصين ويسكو عايشين ذلك بنين تاسل لإباحي أو أدون قرصه لمن بوسونا دخشية كبقية العنة كبقية زنا كبقية ومنكم إذن في إذن كاملة وأن تصبروا إنا تصبرتان يا خير لكم إذن خير بدن محايا لي عروت بك أدونه إلا نكاس قبل أدونتها ملكية تيدلي هشي سيوم بشيوم بيكدقنتها أدونتي شوية مكا وأن تصبروا إنا تصبرتان وأكيستان يا خير لكم إذن خير بدن نبي قواكي لها قفتي وكم كوكور سلاحنا إلي حصوما صنكاتا العليني والله أننا غفور كيدا فوي فحيمنا نحريصون هديد بدي دباتدو أي ماشا إذا كوكا لك أن مناسب كيدين هاي الله تغلدي إذن كدع له وإذن دل بدافة ياوي والله أننا غفور كيدا فوي فحيمنا نحريصون ولما وقت جانا نوحي لين مرة دينا أدونا تشوغين وحي صور ديجان دفك اللي شيء كبعد مالي نوحي لين كبعد بحج بدأه قول سكوزة كتلا قادة فأوان وحمل قول سكوزة كوبي هاي ميل كالتاين قطي جوسن كريواي إذا خلص بدن بيو بانتاي كبعد فيها كود اللي تشوزة قبلها سوق إسكا سعودة إسكا فوق حدو قول سدوا سورة كالغاب باي إلي كسا مستنى إلي إسكا سمريوين كبعد أسئل ماهي لسينو أخلاق ما دا سورة جلا كبعد سوق تشوزة وحاول يصير كله هذا ينال أبو ثمانين ودمت له ينال الهاني لكن إذا جبنا وانس كتة تلقى ذين ميلا هذا إسكمر يصور خفيف إسكحيرانه يصير كله ويقول له صوت هذا يدور تهب وصير بينه تجبنا من حجبة ده نكال سورة بويد بين فلما القار بعد اللي يرى الصوت صار وقت كان هذا ها يريد الله يريد الله ألا مفدوني ليبين إنه أعبد يلكم إذنك ويهديكم إذن هارونيو سنن الذين كوي ودضوا بي من قبلكم إذن كهري وأم بيده الصالحين فيها الله مركو سيدا العلم بإذن كسر حيين وحرام تإسكا إلالية ليه وخيرات لإمادة ليه وصدا شرعيه سيدا ييل ليه الله إنه دين عدى يوهبا ذاتي هرئي صالحين تي يبقوا منين تي ذاتي فعنان وضدو دي عدمتان إلي يدى شرعي كدغ من سرين يريد الله ألا وفي الدوريا مركو سيدا وحيين كسر حيين ليبين لكم إنه دين عدى يوه شرعي دين عدى يوهي مسالف دينه ويهديكم إذن كهنون يسنن الذين كوي طريقة ضوضي أما ودوين كوي من قبل كوي كوي على بيع والصالحين أو يتوب عليكم وليبوا إذن كتوبة أقبل توبة إذن وافجيه إذن كأقبل أول إلا سيدي لقد توبة كان لها إيا الضريقي ونهتنا بألا مرأي يا لينو شيء ما كدريقي ونهتنا بطني يركل لحظة توبة يقول الله كأقبل يا سبحانه وتعالى وأكر علم يقبع لينو شرحي ويتوب عليكم والله الله سبحانه وتعالى عليم بمسالحكم مسالح دين ينيدين وحيين قرصون الله بأب حكيم كيف فلسن ويؤم حكمة بوحوة لبكفة ديا والله ألا يريد وتجون يا أن يتوب عليكم إنه إذن كتوب أقبل إنتو توبة إذن وفتي أهدنا إذن كأقبله ويريد الذين كوي وحيدون يا أن يتبعون إسراعي أشهوات وحيد جعليهم أنتم يلو إنا الليحتان ما إلا الليحش عليم نوينو حق أذكرت أقبله بالمثل الكواس ويهود وكلا يهود وحيعان كواهي إنا إذا كدوا صدان وذات كواحوا الأغباء قال بك يهودي النصاري مسلم قف كستو حق إلا قال لي إحدى الدونية وطبع الشهوات شهودي عقلي ما ميش الدونية عقلي قوح عليها وحافي عن مرة الصدعية شهودي إن النفط أفعسنه انت بدا النفط على صحته مركا الله سبحانه وتعالى توبك وقباطية مركا سير الصوت الإسلام كقادل قليه هو التوبة لبالغ وقباطية كوة كالدبيتكوت وحا الشهوات النفطة يقول اجعله سياد وضده يا أخلاق ده وناسن هذا قد بحده مركا معناه وحيكاتك انت هكيين وحد بضبط بحسان وضدي علي وضدي كلي قف فاشري هدو انتو وحكو لي ما دو وحكو كوشي هكيين ورداد وضدها تفتاين هدو قال لي حسين ومفسد والله أنا يريد وحدوني أن يتوب عليكم إنو دوشي نكتو بأقبر ويريد الذين كوين وحي ثبا يتبعون ذاعي الشهوات وحي الله النفط حسيسو أن تميلوا إنا الحق كلي حتى ميلا لي حشع عليما وين يريد الله أن يحدوني أن يخفف إنو فضوضيه عنكم حقي نكفض ذايه وعلى وحي الدبي حرجة وكل قوال أبوري الإنسان ذكر ضعيفا حاله تبردليه قال هان حق الضمر كإسكماها ننكره وقال يدو حيث المام إيسا مركي قفتي حر قرسان وايا دون قرسان لي وقفتي لو قرسان وايا متكلية قرسان لي وحوية مهدتي خفيفية لليه وطريقة إسكو قرسان لهي دين الله سبحانه وتعالى وهو المفروض ضيني قال هان حق القرسان قفتي قبردي بالله أقلاني وحانا سيدا لوغو قولا دي وضعيفو
dadibaad inuu la kulmo laga yaabaa way marka waxa la yiri tajriba waxa lagu ogaaday ee ragu inuu hadda dumar ka aad baa tiisan kareeyay wax kasto ka adkaystaba inaanu ka adkaysan kareen ba tajriba lagu gaaray baa marka waxa ilaaha saciid bin musayyab tabiicii cilmiga badda wuxuu 80 sano jira il nawaab bay isha kalena dhaacan bay ilaahay saaxibkayna waxa weeye daqdaqaq male adana haween baan ka yaabanahay inaan ku fidnoo marka meel cilaa gabadh la joogsan maayo sidaas oo kale marka waxa weeye fidnadu waxa weeye xagga ragu xagga waa ku daran yahay weeye allah wuxuu leeyahay yuridullahu allah wuxuu rabaa oo doonaya an yukhaffifa inuu ka fududeeyo ragina dhibaatada waxa allah wixii sharci ah oo allah inoo sheegay wax dhibaatada kuma jirto wax walba waa lagu dhaqmi karaa allah waa inoo turaya wa qul qal insaanu dadkana waa la abuuro daciifan xaaluhu tabardaran yahay dadka waxaa laga yaabaa shahwadiga nafsu inay qaado oo meelo xun ka dhigto sidaa darteed buu alla ugu fasaxay wixii ay wax iskaga fududayn lahayd yaa ayuha alladiina aamanuu mu'miniintiiye kuwii mu'minka ahaayo laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiina bilbaadili gardarro ha iskaga cunina iyo xaddarro ilaa an takuuna inay tahay mooye cuniddaasi tijaaratan ganacsi oo canta raadi raadi ahaasha xaggii ka ahaaday aad isugu isaga raadi noqoteen taraadigaasoo minkum xaggiina ka ahaaday xoolaha waj sharci aan ahayn ha iskaga cunina way macnihii boob ha iskaga cunina oo tuuba ha iskaga cunina oo khiyaano ha iskaga cunina wax alla wixii aa oo beeculqarar ha iskaga cunina oo waxa weeye wixii aa sharcin qimaar ha iskaga cunina wax aa sharcin waxa weeye darooga ha iskaga cunina war xoolaha haysi daaye waxa weeye waa xoolihaad ku nooleydeen laakiin hadday ganacsi aad wax ku kala cuntaan wax dhibaata amal ganacsigu waa raalliyo waxbaad kalaysanaysaa waxbaa istaba marsana tijaarada waxaa la yidhaha wixii wax la istaba marsado di waad kaga cuni kartaa walaalka inaad wax u siiso na waad ka qaadato waad kaga cuni kartaa weeye cantaraabe inay tahay mooyaan tijaaradu marka noocyo badan bay leedahay amaan baa jirta waxa alla waxaad raalli isaga noqotaan oo sharci ah wax waad ku kala cuni kartaa wey bilmatal waxay yidhahdeen culimadu haddii ruux raashin yidi wax dhadhan u baahan uu kaa iibin rabo intaydaan weli ku heshin hadduu dhadhami ku yidhaha ka dhadhamin waxaa laga yabaa dhowaan inaad kali iibsan weydaan intaas shuga kusoo raacday bay noqonaysaa intaa yar iska dhadhamisa markaad ku heshiisaan oo intuu kuu tilmaamo oo tilmaankaasi intaad ku heshi ka gadata sidii uu ku tilmaamay noqon weydana khiyaar baad leedahay waa iska celinaysaa wey marka dhadhamintaasa xataa culimadu waxay yidhaahdeen waa khatar ha ka dhadhamin ruuxa inaad ka tagtaa laga yaabaa oodan dhowaan kusoo noqonayn allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum idinka dhexdiina bilbaadili baadil ha iskaga cunina gardarro ha iskaga cunina xaqdarro ilaa an takuuna inuu yahay mooye cuniddu tijaaratan ganacsi oo an taraadi raadi ahaa jamiici ah oo minkum idinka idinka ahaaday ood raalli isaga noqoteen walaa taqtuluu anfusakum naftiina hallaynina naftiina hallaynina macnaheedu waxa weye kale waa walaalkaa marka waa naftaadii oo kalu lamid ahay naftaadii ha dilin waa walaalkaa ha dilin weyn oo xoolo dartood haysu dilina wey xoolo dartood haysu dilina midda kale naftiina hallaynina oo dad waxaa jira markay adduunyadu isugu duba dhici weyda intixaaro isdila oo cildadku isu dilaa jira naftiina xoolo dartood hallaynina oo idinku haysalaynina waxa weeye dadkii hore labada fidne ay jirtay waxay ahayd xagga haweenka iyo xagga xoolaha baa laisku ilayn jiray labaduba waxa weeye xagga xooluhu aad bay khatar yihiin qofku markii jacaylkiisu uu xoolaha raaco naf wax walba uga hore bakhayl buu noqonaya bakhaylnimadii baa waxay gaartiin ninkaa kale inuu ku dilo wixiisa u haysto walaa taqtuluu hadilina hallaynina anfusakum naftiina hadilina in allaha alla subxaanahu watacaala kaana wuxuu ahaaday raxiiman bikum kuu idiin naxariista oo alla naxariistiisa waxaa ka mid a inuu fas inuu idiin wixii aada u baahnaydeen inaad kala qaadataan laydiin fasaxay waxaa ka mid a alla naxariistiisa waxaad isku dili lahaydeen buu idinka digaya alla naxariistiisa sharcigana ka mid a laynoo keenay oo aynu ku dhaqmayno in allaha alla subxaanahu watacaala kaana wuxuu ahaaday raxiiman kii naxariista bikum idinka u naxariista waman yafcal qofkii sameeyay daalika sidaas daalikadu ishaaradu xaggee ku dhici baadilkaa xoolaha hantida dadku leeyahay qofkii cunaa oo sidaa sameeya cudwaanan onlaytan iyo xadgudub ku sameeya wadulman gardarro fasowfa nuftiihi waxaanu gelin doonaa naaran naar baan gelinayna wa kaana wuxuu ahaday daalika naar gelintaasi cala allaahi alla yasiiran si ufududo qiimad male hadduu qofku sharciga ka baxo wax qiimada male cudwaanan wadulman baa la yidhi waa colnimo iyo nacayl iyo gardar aad ku kala cunteen meesha waxaad garanaysaa haddii walaalnimo iyo wax isasiin iyo raalli aad ku kala cuntaan wax dhibaato ama walaalnimo iyo isasiin iyo raalli iyo hibaa haddaad ku kala cuntaan wax dhibaato ama waman yafcal qofkii sameeya daalika sidaa boobkaa sameeya xoolaha dadka cuna cudwaanan onlaytan u cuna iyo wadulman gardarro fasowfa nuslihi waxaan gelinaynaa bu alla leeyahay naara naar baan gelinayna
وكان وقاضي ذلك النار قل كاسي على الله ألا دوشي سيسير سيكو فضوضا قفو قيمة بيلي مرك النار هقل هدوه يهدو توعيدي هاي نار في هقل لكن والله قصة الله يريد مرك دم الشفاعة وكذا صوب حيا وهدوه يهدو توعيدي هاي الله وفي الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا هدات كدل راتان كبائر ما شيء كي سواوين تنهون اللي ينكنني عنه هديسة نكفر ونكرنات وكثر تلين عنه هكي سيئاتكم المانتيني وندخلكم محالي جلينينا مدخل المكان وقليد كريمنا وناسان مدخل انت الضرب كسوقا كبا الدنيو تواوين هداد كلا يراتان وحلو في الدم بي اوه ير والذي كلا في يوم حلو في الدم بي اوه ير والله بمثلا صلاة دي مركا تكتب دنيو تير يريد والله صلاة الى صلاة انت وضع يتوه الدم والله رمضان مثل الى رمضان دم بي والله جمعة الى جمعة سقائر ودن عالتي مرتون مركاد ويسيسين يسال الله فيها بالمثل سيمدي يري سوق هذا صار إيش وكذا داري أو تنظر الله سير راعي وشيء سجى نبى راعي ذا وهذا كمان تكلم راتان لكن وحال يري علم القارك ذو حيله إنه قف إسقها الله يو وهذا كمان تكلم راتان دم بيجي سال الله فإنه إسقها الله يو وحين قن يسا هبال ما قطع ما هدي قطع اللي يجي هذا أو قف كان كمان تمر كده راتان دم بيجي سال الله فهو هبال هدي اللي يجي هذا قف كي إباحه نقول إن دم بيجي يري له إباحية بنقول مركز الجح على في سيون الدافن isaw ku tala gashan alla inuu na balanta baajineeyo hadana dambigi weynaa waa ka dheeraatay ki yar yar waa laga dhaafaysaa doonta iska samee meesha kuma jirto waa inaad istilaal suuliga baqdin qabta weey intay tani buu hadda ka dheeraataan kabaa'ira ma sheekiisa waa weey tun hoona li kana yaan ugiisa no kafir wa tirtirayna an ragina sayyaad guhmaatiin wala tirtir kunu xilku muhalin kelinayna mudkhalan makanu galib kariiman wa marka kabaa'idu way tira badan yihiin waa kamida kabaayirta wixii la calaade ku soo aroortay ama ciqaab ku soo aroortay ama hanjabaad ku soo aroortay kabaayirta ka soo qaad marka kabaayirta aad bay u farabadanyihiin allo oo laga qoosto raxmadiisa kabiiraday kamid tahay allo oo magrigiisa la aamino oo tilaada anu de ehel jannada wana haysan doonaa iska samay kabaayirta kamid tahay xukunka xaq ah oo la qalluuciyo kabaayirta kamid tahay xoolo dadweyne oo la cuno la xado kabaayirta kamid tahay waxa weeye waxa ugu waaweyn kabaayirta ashirku billaah iyey dinada iyo sixirka iyo alfiraaro iyo madaxdi la cararo iyo gabadha muxsanaad oo caay oo kabaayirta kugu ugu waaweyn laakiin kabaayirta ciidaas ay ka barantaan abdullahi bin abbas wakiilaha waa toddoba lagu yiri kabaayirta ugu fogeyn toddoba boqol bay uga dhowdahay toddoba toddoba boqol bay uga dhowdahay kabaayirta wax fara badan mida kale dambiga yar hadii la laazimo kabiir iska noqon laa israa laa kabiirata bacda laa saqiirata bacda israa dambiga hadii la daaimo dambi yariba ma jir ولا كبيرة بعد الاستغفار الاستغفار يتوب كان كذب ذنب ويني بمتيرة ما كهذه يتيرين هذا يسلوبين ويسلت شو بتعلو بها يا يوم استغفار يتوب كان كي يضع عظم ونعظم ذنب لا يتضبع بلونا في مرتاح وحوي الله سبحانه وتعالى وبلغ ولا تتمنوا هتمنينا هدونينا ما فضل الله ألا وتوقف فضل به شيء بعضكم قاتل على بعض قاتل كلام وحدت إلهي مثل قفضل هدونينا قبله بقى وحي كدعوانا يال وحوي أنه جهاد كما قال له وحوي أجر غوان ويني حوالها مركا لك يبسانا يلنا حال كانا تنين با لبا قبل الليل هل لنا لبا قبل الليل محي ساسين هو قبسته مركا سالي جدي ووح ألا سيئي قف في ألا سيئي لقم حسن تمني مركا تمني غربية تمني باشر حسن حسن هو حوي قف كاو حيسا وذقوا له إذا إن كزوا لا أدونتو كاوي كان لك مركا قف وح ألا سيئي حكو كمان فجاء وحى قال لك انه صلاه فربنا سمي دي حلوين بها يا حكو كمان مرك وحى قال لك ادي قال لك سي كو قنع ويا معني ولا تتمنوا هتمنينا تمني هو ادغنا يسايو وين وحى محاد يا اسيه مخو كاس سا ونقدي وا سدا ما شيء هتمنينا فضل الله الله قدير سي به شيء بعد كو قاكن على بعض غاسه كله جب جبد وحى اللي في جالي فجاء وحى وصلنا دي نصيب وسد من مكتسب وحى يغ شقيتين وللنساء دمر كانا نصيب باوسون هذا سد باوسون مما اكتسبنا واحد شقيتين تمام عن هذا واحد شلما ميسا قفوا اللي بوحى او هلي ووحى يعني نصيب سيئي الله وحكمه يسنا وشقد هذه اللين لا عاد الله سيد واسيد وكلام وحي قفوا اللي بوحي وضاعي سي بوسك ليه مركا جوادا يا ديك الله بتاعده كلها ترتن لنك هادا عاد كلها ترتن تاس تاتو سيبنتين لكن حق خوالها وحوي سد باسيو نصيب باسيو وحوي موقف كتابيني هوا كاسو حلوي بان لنك سارا هدو حولها كابتن للرجال ذكا وحوصنا المصيب سد باوسقنا ذي من ماكي اكتسبوا اي شقيتين ماكا وكسب كودي او يلي مادين وحا وحا كوهلا كسب كودي اللو اسيي
كل النساء هوان كانوا حاصلون هذا النصيب وسب مما اكتسبنا وحي شقيتين واسألوا الله ألا بري من فضله من فضل النساء بري عنه محاوية قف أحد وحو ألا سيها كحاستين أضو إلى أليك أبو حاصل كلا إسير وحال سيها كحاستين بال إليه واسألوا الله ألا بري من فضله ألا فضل النساء بري إن الله ألا سبحانه وتعالى كان وفاري بكل شيء شيء لا كل عليم كل أضوه وكروجها إلى أطباهنتها يو الله يؤيها فيزق جيسا يساكو كفالة قاضي قفك وحاو ألا سيئي هكو حاستين أدوكو الله باري أدوكو إله الله مكالح الثاني ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأغربون ولكل أحد ويمعنا قفك استجعلنا وحان أصمعيني مواليا قرابه لحشا مما كي كده على ترك الوالدان أبيه هو يكتغان والأغربون قرابه أي كتغان معنى وحاوي وحال يسكد على شري سدر الإسلام حلف بان يسكد على شري لو روح عنك اللي يسكد عليه قال وذاب نقطة آن شد حالله وإساسا اللي يسكد على شري مركا تيبا اللي جدني هاي قفك السوء شري قرابا لقنا لطيع ونحشو لي هاي مركا سيلاك وقولون حال بعضهم ولا ببعض آيات لا ساتشو شري حلف كل حال كم آيات نوى تلمام يسايا قف القرابا نحشا لهاي من مجري وحاوي يدرك حلف كل حال شري دنتين قبصنا لكن يجي الله صوت الحرق اللي هو إنه هاي ولا دخلينا جوي ولكل أحد قف والبوحان ولكل أحد قف كتجعلنا وحان قصة ما إني موالية قرابة حشا مما في كنا على ترك الوالدان أبي هو يكتجان وأبي هو يدو مركي دنتان عرور حشي ليه ولا لنا حلا يولا قربونا قرابة والذين كوي عقدت أي صاحب أي أيمانكم دارتين وصلنا أرسل إذن حلقة هايلين فاتوهم نصية نصيبهم نصيب قرصية كم عليه ذو حويل لحد وح كسي معه تكي اسكون حد نيدين وتبدي ذو هري حلف جا اسكون لحلي كيرتين نصيب كي يشال فيه نصيب قدوة محي إلى صاحب تين ما دي شيء ودانه وح صدق قدوه اللي كتان في سانه أصل قال إنسان إذا خلقوا إن نصيب كي ليه رواك أصل أهلك لكن وح بكم ملك والذي لكم عبدت أي صاحب أي إيمانكم دارتين صاحب أو اسكون حد نيدين وتمر ذو هري اسكون لحلي كيرتين فاتوهم سيا نصيبهم ستكود سيا ستكود وامحي هنا الإسلام على ستان الإسهو أدود ستان ولا رأهاتان إن الله أن سبحانه وتعالى كان وضوع هذي على كل شيء شيء لك شهيدة في أقبوع هذي شيء والبقال لأولها معناه وحوي شرحا لأنه شرح يعلم لأنه كان الله سبحانه وتعالى علم بيسه إنه بسه قلبيه إن الله أن كان وضوع هذي على كل شيء شيء لك شهيدة في أقبوع هذي والله سبحانه وتعالى